الله الرحمن الرحيم. المشاهد الرياضي الكريم، أينما كنت نسوق إليك تحايا عطرات وأمان النظرات وآمالا غير عاطلات. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على رسولنا الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه الميامين، صلاة دائمة إلى يوم الدين. وبعد، حلقة جديدة من برنامجكم دافورينا، نتحدث فيها اليوم في الجزء الثاني من سلسلة بياع النقاط المباريات التي يلعبها نادي الهلال في المسارات الإفريقية المختلفة. لعب الهلال 4 مباريات حتى هذه اللحظة، حصيلته من النقاط من 12 نقطة 4 نقاط فقط، رغم الأداء الجميل الذي يقدمه نادي أو فرقة نادي الهلال، أداء رائع جدا ولا يتناسب مع النتائج التي خرجت والتي حصل عليها فريق الهلال. ويعني إن كان لنا أن نأمل كنا نأمل في 8 نقاط فأكثر، باعتبار أن الهلال لعب مباريتين في أرضه يعني استثناء، ومباريتين خارج أرضه وعليه، فكان أو كنا نعتقد أو نحسب أن الهلال بحسابات دقيقة كان يجب أن لا يقل عن 8 نقاط بحسب ما شاهدناه من أداء. فماذا حدث؟ عشان نتكلم عن ماذا حدث، تحدثنا في الجزء الأول عن التبديلات فلوران. طيب، هل فلوران ده يعني خطأ كده على طول؟ يعني هل هو مدرب أخطأ يعني دخل هذه المباريات؟ وأنا هنا حتحدث خاصة عن المباراة الأخيرة بتاعت النجم. هل دخل مباراة النجم الأخيرة يعني خال الوفاض في جعبته؟ ليس هناك أي شيء. هل كانت لديه أفكار عشان يفوز بهذه المباراة؟ طيب، ما هي هذه الأفكار إن كانت لديه؟ وما هو السبب في أن هذه الأفكار لم تنفذ بشكل 100%؟ إيه اللي حصل يعني؟ تعالوا نمشي واحدة واحدة ونشوف نحن حيحصل شنو. أول فكرة قام بها فلوران هو اللعب بتشكيل أو تنظيم لعب ثابت في حالتي الدفاع والهجوم، وده كان بيخالف المباريات الثلاث اللعبة في مرحلة الذهاب أو في النصف الأول اللي هو مباريات الذهاب، لأنه في مباريات الذهاب كان بيلعب بتشكيلين، حينما يدافع بيلعب بأربعة واحد أربعة واحد، وحينما يهاجم بيلعب بأربعة اثنين ثلاثة واحد، في بعض المرات بيلعب ب يعني 4-3-3. فبالتالي كان هنالك تغيير بحسب الحالة اللي فيها الفريق، هل هي حالة الهجوم بمعنى حالة استحواذ على الكرة، ولا كانت حالة دفاع اللي هي حالة اللا استحواذ ومحاولة افتكاك الكرة لصالح الفريق. لذلك لعب المباراة الأخيرة بأربعة ثلاثة ثلاثة، في أصلها بمثلث مقلوب بمثلث معتدل، قاعدته باتجاه مرمى الهلال ورأسه باتجاه مرمى المنافس. على رأس هذا المثلث يوجد صلاح عادل، ثم بوجبا و
أبو عاقلة يلعبان كقاعدة للمثلث. في بعض الحالات كانت كان هذا هذه المسألة بتنقلب، بيبقى في واحد من الاثنين ديل موجود والتاني بيطلع مع صلاح، فبيصبح المثلث قاعدته مقلوبة باتجاه مرمى الهلال، بينما القاعدة بتاعته رأسه مقلوب باتجاه مرمى الهلال لكن القاعدة بتاعته باتجاه مرمى المنافس، وده للزيادة العددية خاصة في حالة الاستحواذ. طيب ليه هو عمل كده؟ القصة كلها مربوطة بلاعبين الوسط ديل، كان عندهم مهام مهمة جدا جدا لابد أن يتعاملوا بها، وهو يعلم تماما أنه هؤلاء اللاعبين الثلاثة أصلا هم في الأساس لاعبين مدافعين، هم لاعبين رقم ستة الثلاثة، ويعني إلى حد ما بوجبا ممكن يلعب رقم ثمانية، لكن في النهاية هم لاعبين دفاع أصلا، لاعبين وسط مدافعين، وبالتالي ما عنده صانع ألعاب. لاعب آخر كان سبب في القصة دي اللي هو ألبرت كينغ واندا، ده اللاعب ده كان أيضا سبب في تغيير تنظيم اللعب إلى 4-3-3 كل المباراة، بغض النظر عن أنه كان رأس المثلث مقلوب أو رأس المثلث عديل معتدل، ما كانت في مشكلة، لكن وجود هذا اللاعب وبقدراته في صناعة اللعب وقدراته في اللعب على نصف المساحة مكنته من أن يعطي فرصة لأن يلعب بهذا التنظيم بشكل مباشر. ده كان يعني أول الأفكار التي جعلت الهلال مسيطرا على المباراة تماما. هنمشي واحدة واحدة ونشوف الهلال حصل معه شنو، إيه الفكرة الثانية اللي تلاعب اللي كان بيعملها لكي يكسب المباراة. الفكرة الثانية كان إلغاء وجود حارس المرمى بتاع الفريق المنافس بتاع النجم تحديدا. حارس النجم لم يلعب إلا مباريتي الهلال، ما لعب المباراة الأولى بتاعة الترجي واللي تهزم فيها النجم 2-0، وما لعب المباراة الثانية بتاعة بيترو أتلتيكو واللي تهزم فيها الترجي 2-1، فلعب المباراة التالتة اللي هي كانت بتاعة الهلال واللي فاز فيها النجم 1-0، وكان عنده أثر إيجابي جدا جدا، هو حارس من ناحية الفنية جيد وطويل وبيقدر يسيطر على منطقة 18، وبالتالي كانت الفكرة الأساسية لدى فلوران إنه يلغي وجود هذا الحارس أو يضعف وجوده، وده عنده تأثير سلبي على اللاعب نفسه وعنده تأثير سلبي على مجموعته، ونجح في كده بشكل غير طبيعي، وخصص لاعبين عشان يعملوا العملية دي لهذا اللاعب خاصة في الكرات الثابتة، إنه لازم يقيفوا قدامه صلاح عادل و بوجبا باعتبارهم أطول نوعا ما من بقية اللاعبين، وده بيخلي الاثنين الطوال اللي هم صلاح الدين قارش أو قمشي، أنا ما متأكد من الاسم تحديدا، اللي هو قلب الدفاع الثاني، و الجلاسي يلعبوا مع الاثنين ديل في الكرات الثابتة، وبالتالي لاعبين حيلغوا ثلاثة لاعبين أو حيضعفوا أداء ثلاثة لاعبين، لأن الثلاثة لاعبين ديل حيركزوا فقط على اللاعبين ديل، ونجح فلوران أيما نجاح في العملية دي وأحرز الهلال هدفين
ألغاهم الحكم بلا سبب. ونحن هنشوف كيف الحكم ده ألغاهم بلا سبب. أنا بقصد شنو بالضبط يعني في الموضوع ده. لكن استطاع أن يفعل ذلك. الهدف الثالث أيضا جاء نتيجة لوجود بوجبا في المكان ده. المباراة كلها كانت هذه الفكرة مسيطرة سيطرة تامة، حتى إنه في الشوط الثاني في تصور الشخص حتى لا يقول أحد إنه ده الناس بتبحث عن أعذار، لكن في تصور الشخصي إنه حارس مرمى النجم الساحلي قام بضرب صلاح عادل، والحكم شافه وكان يمكن أن تحسب ضربة جزاء للهلال وطرد هذا اللاعب، لكن ما حصلت. لست أدري ليه، ودي حق ناس الهلال يقعدوا يفكروا ليه الحكم عمل المسائل دي. يعني لازم يفكروا، يعني الطريقة بتاعت أداء الهلال والتعامل مع مجريات اللعب أنا ما عجباني، لكن حنتكلم عنها بعدين. نحن بس دايرين نشوف هذه الفكرة مشت كيف، وتعالوا كده نشوف الهدف بتاع الهلال، ونشوف الـ 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 مش الهدف، نشوف كيف الهلال كان بيلعب الضربات الثابتة أو الضربات شبه الثابتة. طيب ده هدف الهلال الأول الملغي، اللي هو نتيجة لضربة ثابتة اتلعبت. شوف عدد لاعبين الهلال هنا كم مقارنة بسبعة لاعبين، وبعدين تعالوا نشوف الكورة ذاتها اللي حصل فيها شنو. أهو اللاعب الآن الحارس المرمى طالع لقدامه، ده بوجبا ما لمسه أصلا، استلم الكورة وفكاها وقع، وهو واقع الكورة دي إيده ضربت في الأرض، الكورة فكاها تماما نزلت قدام محمد عبد الرحمن، محمد عبد الرحمن أحرز منها هدف، ما حبسه أصلا الكورة دي، ومع ذلك حسب الحكم ضربة. أهو الكورة حتى فاتت بوجبا وقعت في إيده في صدره، ما استلمها بشكل جيد، فكت منه الكورة وقعت قدام أو سقطت قدام أنا عامل لكم الماجنفاير ده والمكبر ده عشان تشوف القصة دي، سقطت قدام محمد عبد الرحمن الغربان ببساطة شديدة جدا، أحرز منها هدف. حتى محمد ذاته ما جنبه أي حد، الحكم بدون اي سبب حسب الكوره دي، مع انه واقف في محله كويسه جدا، لكن حسب ما هو شايف الكوره دي واضح ما هبشه اصلا، ما جت فيه، انما هو استلم الكوره ما استلمها مظبوط وقعت منه، احرز منها الهلال هدف. لست ادري سببا لالغاء هذا الهدف تحت اي ظرف من الظروف، لكن سيبك من انه الهدف اتلغى ولا ما اتلغى، الغاء الحارس المرمى كان هو السبب الاساسي في انه هذا الهدف يدخل، بغض النظر عن انه هدف شرعي ام هدف غير شرعي. طيب ده الهدف الملغي الثاني، انا عايزك تشوف برضو هذا الهدف، واللاعب ده هو ابو عاقله، انا عايزك برضو تشوف اللاعبين الهلال بيتوزعوا كيف. ده ابو عاقله، وده هنا الحارس المرمى، اتلعبت الكورة، تعالوا نشوف الحاصل شنو هنا في الماجنيفاير ده. هنشوف انه سي دي بي اللي هو ده بين صلاح وبين حارس المرمى، والكورة اتلعبت من صلاح قبل ما تصل لحارس المرمى وقبل ما تصل لسي دي بي. هدف صحيح 100%، ما في اي سبب لالغائه، برضو ما عارفين نحن ايه السبب لانه تم الغاء هذا الهدف. والملاحظ طبعا انه لاعبين الهلال ما قاعدين يعترضوا ولا قاعدين يسالوا، وبالتالي بتتاكل يعني حقوق، وحنشوف لسه في اشياء كثيره جدا من هذا القبيل حنجي نتكلم عنا في حلقة أخرى يعني.
طيب لازلنا نحاول بنشوف فكرة فلوران في إلغاء حارس المرمى بشكل أو بآخر، وكيف استطاع هو عن طريق تجميع عدد من اللاعبين وإيقافهم في خط المرمى منع حارس المرمى من استلام الكرات بسهولة. لازلنا مع فلوران في محاولته للسيطرة على منطقة صندوق المنافس عبر يعني جعل لاعبي الهلال يقفون في خط المرمى في انتظار الكرة الثانية بدلا من الكرة الأولى. اللي بيلعب الضربة الثابتة دائما بيلعبها بالرجل العكسية، بمعنى إذا هو في إذا الضربة باليمين بيلعب صاحب القدم اليسرى، والعكس صحيح في الضربة باليسار بيلعب الضربة صاحب القدم اليمنى. نفس القصة هنا، الكورة على الجهة اليسرى. دلوقتي نشوف نحن صلاح بيعملوا معاه شنو. هنا ماسكينه كم لاعب، لاعبين، الجلاسي واللاعب رقم 2 ماسكينه تماما عين، حتى دي الدفعة والعديل دي يعني مفروض انها دي ذاتها ضربة جزاء لانه ماسكينه 2، لكن يعني لا حياة لمن تنادي. الفيديو ده فيه لحظة ضرب الحارس ل صلاح عادل. نشوف القصة دي عين كيف صلاح عادل ممسوك بعدد من اللاعبين، وفي نفس الوقت شوف حارس المرمى طالع بإيده ضارب رأس صلاح عادل، والحكم بعاين يمكن فاتت هنا وشايله كمان ونازل بالأرض. ده هو وقع، هو شوف صلاح ماسك راسه، لكن ما في زول بيتكلم عن القصة دي، ما في زول، والحكم واقف وانت ما بت ما يعني ما بتقول عوك الحقوني، فما حيلحقك كيف؟ القصة دي محتاجة للعيبة شفوت شوية يجروا للحكم يتعاملوا معاه حتى لو ما حسبه. يعني انا انما بي 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 يضعضع الحكم ويضعضع اللاعبين في المرة الجاية ما يعملوا معاك، يعني اللاعبين المنافس نفسهم سيتأثروا. طيب نجي للفكرة الثالثة اللي نفذها بجدارة شديدة جدا اللاعبين، واللي حفظ لهم بجدارة أشد وأعظم فلوران أبنجي. الفكرة ذاتها فكرة رائعة جدا، وتدل على أنه هذا المدرب لديه في جعبته الكثير، لكن يحتاج إلى الوقت ويحتاج إلى التنبيه في حاجتين اتنين مهمات جدا. تعالوا كده نشوف نشرح حاجة كده، وبعدين نمشي نشوف الزول ده شنو هي الفكرة اللي عملها أصلا. طيب عشان نفهم فكرة فلوران علينا أن نفهم يعني الجوطة اللي أنا عاملها دي، يعني ده شنو ده اللي انا عامله ده يعني، وبيفيدنا في شنو. طيب ده الميدان اللي احنا متعودين عليه، ودي المسارات الخمسة. انا بس قلبت الميدان هنا عشان نيجي في اتجاه اللعب بتاع النجم الساحلي، يعني ده مكان هيكون فيه النجم الساحلي، وهنا هيكون فيه الهلال. الاتجاه بتاع اللعب هيكون بهذه الطريقة، والهلال هيلعب عكس هذا الاتجاه. طيب شنو هو الحاجات المكلكعة المدورة دي، وشنو المراحل اللي مكتوبة دي؟ في حاجتين مهمات لازم نعرفهم. ماذا نعني بالفيزز اوف بلاي اللي هي مراحل اللعبة، و الفيزز اوف اتاك يعني او الاوفنس، يعني الفيزز اوف اوفنس او اتاك. طيب لو انا عايز اعمل انا النجم الساحلي او اي فريق عايز اعمل هجمة، الاصول بتاعت الهجمة دي بتمشي في 4 مراحل اللي هي المكتوبة بالعربي دي. مرحلة البناء، ودي بتبتدي من تحت.
مرحلة الاندماج، مرحلة بدء الهجوم، ثم مرحلة التهديف. تعال نطبق القصة دي على هلال 2007. ناس داريو كان والمجموعة دي بتبتدي تبني الكورة من تحت، بتلعب الكورة للمجموعة بتاعت الوسط اللي هم الثلاثة الأساسيين عمر بخيت وفيريرا وحمودة بشير، ديل الثلاثة في النص هنا. بعد كده بيمشوا لبدء الهجوم، بيكون الثلاثة ديل بيبحثوا عن هيثم مصطفى عشان يدوه يلعب باص الجون. بعد ما يلعبوا باص الجون هنا بيدي الكورة هنا إما لكلتشي أو جودوين، أو لما تأخرنا شوية كان بيديها لي سادومبا يجيب جون. دي المراحل، وحنفترض إنه النجم الساحلي بيلعب بهذه المراحل. طبعا المراحل دي ممكن تلغي منها مرحلة، ممكن تلغي مرحلتين، يعني لو بتلعب كور طويلة حتلغي مرحلة أو مرحلتين. وبنسمع التعبير بتاع إلغاء وسط الملعب بأنك تلعب كورة طويلة خلف دفاعات المنافس. طيب ده إذا أنا في حالة هجوم، لكن أنت عادة ما بتكون في حالة هجوم وحالة دفاع في نفس الوقت، فأنت ماشي في هذا الاتجاه، أنت في حالة هجوم ده الديفنس بتاعك ماشي في هذا الاتجاه، بتبقى في حالة هجوم. وانت لو في حالة هجوم واتقطعت منك الكرة بتبقى في حالة دفاع، فيبقى هنا في ترانس ترانزيشن تو ديفنس، ده لو اتقطعت منك الكرة وانت بتهاجم، او انت بتبني بتبقى في ترانزيشن تو اتاك اللي هو التحول من الدفاع الى الهجوم. ففي اربع حالات لعب اللي هم الدفاع والهجوم ثم التحول الى الدفاع او التحول الى الهجوم، دي الاربع حالات بتاعته. الهلال حيلعب بالتحولات دي، بينما حيبني حنفترض جدلا انه النجم الساحلي بيبني من تحت. طيب عايزك تخط الفكرة دي في رأسك او الشرح البسيط ده في رأسك، وتعالوا نشوف ايه هي فكرة فلوران عشان يكسر او يضرب النجم الساحلي في مقتل. طيب فلوران كان داير شنو عشان يعمل؟ فلوران كان عنده خطة او فكرة بتتعامل مع أربعة خطوات. الخطوة الأولى هو منع المنافس أو النجم الساحلي من بناء الكرة من الخلف. اثنين، في مرحلة التحول من الدفاع من الدفاع إلى الهجوم قطع الكرة في هذا المكان. نمرة ثلاثة، الاستفادة من البرت كانيغوا البرت كينغواندا، الاستفادة منه كصانع لعب وكمساعد لستيفن إيبولا في التعامل مع الباك بتاعه بحساب 2-1. نمرة ثلاثة، انه تتلعب الكرة في او تعكس الكرة في القائمة البعيد، وليس ده اربع نقاط كان بيعملن، بالاضافة لنقطة خامسة يمكن ان نضيفها لذلك، انه دائما ان يكون عدد لاعبي الهلال اكتر من عدد لاعبي المنافس. وعشان يعمل القصة دي كان لابد للاعبي الوسط من المشاركة في هذا الأمر، رغم إنه لاعبين الوسط الثلاثة هم لاعبين في الأساس مدافعين. لذلك تعامل مع مبدأ أن يلعب صلاح كديستروير أو كلاعب محور أمامي، مش لاعب رقم عشرة، لاعب محور أمامي مهمته تكسير بدء هجمات او محاولة التحول من الدفاع الى الهجوم. تعالوا نشوف القصة دي في الهدف اللي جابه الهلال، لانه دي
الهدف اللي جابه الهلال تطبيق مثالي لفكرة فلوران. طيب تعالوا نشوف القصة دي خطوة خطوة. دلوقتي الكورة موجودة لدى التوانسة أو النجم الساحلي، اللاعب الباك بتاع النجم الساحلي بيلعب الكورة مباشرة لحارس المرمى، حارس المرمى بيطلع الكورة مباشرة المفروض للأمام، اللي هي دي حالة دفاع ثم حالة التحول من الدفاع إلى الهجوم. بتجي الكورة لجاكمبي، هنا بيفوت صلاح بضربة جيدة، لكن على طول وراه أبو عاقلة. أبو عاقلة بياخد الكورة، لاحظ بعد كده بتاع اللاعبين الهلال بيبقوا كم؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، قصاد ستة لاعبين. اللاعبين اللاعب سيمبا ده بيجي خارج اللعب، بيبقوا سبعة لاعبين ضد ثلاثة لاعبين، سبعة لاعبين ضد ثلاثة لاعبين، أو بدوا يلعبوا دلوقتي سبعة ضد ستة. اتلعبت الكورة، ده البرت اللي هو بيبقوا اثنين ضد واحد، استطاع ان ينسل منه، يلعب الكورة في الزاوية البعيدة من الحارس، محمد عبد الرحمن يطلع يشيل معاه اثنين، يبقى ده موجود، بابي عبده يكون موجود وحيدا يحرز الهدف. صورة طبق الاصل لما اراده للاربع مراحل اللي اراد فلوران، ورسم للاعبين واستطاعوا اللاعبين ان يأدوها بشكل جيد جدا. الكرة الان ماشية في اتجاه الهدف بدون ادنى شك، ببساطة شديدة جدا، من ابو عبيدة، من ابو عاقلة لصلاح، صلاح لالبرت، البرت وبيلعب ل بيعمل اثنين لواحد مع بعض، يعني البرت مع إيبولا بيعملوا اثنين لواحد ضد الباك الشمال بتاع النجم الساحلي. ألبرت بيهدي بسيط، ويا جماعة قصة ألبرت ده بيجي في الدقيقة دي، عليكم الله انتبهوا ليها، لأنه الهلال خسر كل الهجمات بعد كده بسبب إنه ما في واحد يعني بيجي في دقيقة. انا عايزك تشوف الحته دي، اهو دي كوره ماشيه لالبرت الان، او ده البرت هنا طالع، هنا هيطلع لبره شويه، هيجي هنا نصف المسافه او نصف المساحه، صلاح بيلعب له الكوره هنا. بص اللاعب يشوفه بيعمل شنو عشان ايبولا يطلع للامام، بيعمل اثنين لواحد هنا طوالي، بيصبر شويه على الكوره لغايه ما ايبولا يطلع خطوه لقدام، وقبل ما يسرق بيديه الكوره، يجدع الكرة طوالي في الزاوية البعيدة اللي هو القائم البعيد، يحرز منها هدف. كمان حركة صلاح بسرقته للجلاسي ولي محمد عبد الرحمن، عفوا، بسرقته للجلاسي ولي صلاح الدين، كان لها أثر الكبير جدا في خداع حارس المرمى، بالإضافة إلى فتح مساحة لبابي عبده عشان يلعب الكورة وهو مرتاح داخل الشباك. بص الوقفة دي، الوقفة دي هي اللي جابت الجون، الهدف جاب من الوقفة دي، وكل ال يعني الوقفة بتاعت البرت دي لو لعيب الهلال، أنا عايزك تلاحظ ليها كمشاهد رياضي، يعني كثير جدا جدا، الزول ده وقف ثانيتين، الصبر على الكورة مهم جدا. هنا ضغط عالي، الجون ما عنده طريقة، طوالي حاول أن يبني الهجمة بعيد منه، ولعب الكورة باص صحيح لماكيمبي، ماكيمبي برضو جاكيمبي، وجاكيمبي طلع من صلاح، لكن كان لعيبة الهلال واعيين للقصة دي طوالي. أبو عقلة خطف الكورة وجابوا بيبقوا أربعة سبعة ضد خمسة، ثم بعد كده سبعة ضد ثلاثة. وأنا بس يعني ما في حاجة عجباني قدر هذه الوقفة، يعني أنت لو بتلعب كورة هتعرف إنه زول ده فنان. بص الوقفة دي، بس الوقفة دي هي اللي جابت الهدف، ودي اللي افتقد الهلال في كل، انا نحن هنجي نتكلم دلوقتي في كل الكور او الفرص اللي جاها وما قدر يحرزها.
ببراعة شديدة جدا استطاع إيبولا أن يبعث الكرة في القائم البعيد للرجل الذي كان يقف صحيحا بابي عبده، واحرز منها الهدف الوحيد بتاع الهلال، واللي كان ممكن للهلال لو التزم هذه الطريقة أن يحرز أكثر من 5 أهداف في النجم الساحلي. النجم الساحلي ما جاء عشان يلعب كورة أصلا، لكن فات علينا وفاتت حتى على فلوران برا، برغم أنه هو الذي أسس لكل ذلك. طيب هنا حنشوف نفس القصة، الضغط على المنافس بأكبر عدد من اللاعبين. شوف لاعبين الهلال هنا كم، طريقة اللعب اللي بتتعمل، لكن الخيارات بتاعت اللاعبين لم تكن سليمة. يعني انت نفذت كل اللي قاله المدرب فيما عدا الخيار قبل النهائي اللي انت عايز تلعب به الكورة. يعني هنا مثلا إيبولا رغم انه كان لا يعني اللاعب الاول في المباراة، الا انه لعب الكرة برعونة شديدة جدا جدا، وكان عنده خيارات كثيرة جدا. يعني المخطط ده او الخطوط المقطعة دي والسهم بتوريك خيارات اللاعب اللي كانت عنده يقدر شنو، وهو لم يستطع ان يفعل ذلك. قلنا ده بسبب شنو؟ شفت الوقفة اللي أنا كنت بتكلم عنها، الوقفة البسيطة اللي وقفها ألبرت قبل ما يلعب الباص أو التمريرة قبل النهائية لإيبولا. ده لو أي لاعب في الهجوم والهلال عنده فرصة بيعملها كنا أحرزنا على الأقل 5 أهداف على الأقل. نعم النجم جاك جنازة بحر، جنازة بحر جاك. تعالوا نشوف ليه قدام وحنشوف عدد كبير من الفرص ضاعت بهذه الطريقة. هنا نفس القصة شرحه، الهلال مشكلته الأساسية في القرار بتاع اللاعب. يعني محمد عبد الرحمن كان عنده 100 حاجة ممكن يعملها، ال 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 يعني ال الشوت من خارج خط 18 او ركله الكره من خارج الخط ومن منطقه زي منطقه زون 14 جيد، لكن لابد ان يكون محكم، والا انت اضعت مجهود بتاع زملائك. يعني انت بس مثلا هنا الهلال 4 وفي لاعب ورا الجماعه ديل، يعني 5 قصاد 5، ستيل انت كان عندك فرصه، اكثر من فرصه للتفكير. اللاعبين اللي معاك نفسهم يجب أن يساعدوك في إتاحة يعني فرصة من الفرص بتاعت التمرير، لاعب يسحب لك لاعب، لاعب يجري خلف اللاعبين، لاعب ياخذ مكان فاضي، وانت لابد لك يعني ما يكون عندك قرار واحد انك انت بس عايز تشوت، ودي مسألة غاية في الأهمية. قرارات لاعبو الهلال في الأمتار الأخيرة لم تكن صحيحة، رغم أن تنفيذ ما طلب منهم كان سليما 100% في ال4 نقاط اللي احنا قلناها اللي طلب منهم، أو ال5 نقاط اللي طلب منهم فلوران نفذها بحذافيرة، إلا في الأخير في الهدف الأول كانت مثالية. وزي ما قلت لك الوقفة بتاعت الوقفة ال10 ثواني اللي وقفها ألبرت هي التي تسببت في الهدف. هنا ما في واحد بيقف عشان يشوف، عشان يعمل، عشان يختار، عشان اللاعب يمشي له في المكان الفاضي، ما في كلام زي ده. انت قررت عايز تشوت فحتشوت. هنا برضو نفس الفكرة، شوف ده ابو عاقلة الموجود هنا، ابو عاقلة بيمسك، شوف عدد لاعبين الهلال الموجودين داخل المنطقة، نفس الكلام اللي قالوا لهم فلوران بينفذوه بحذافيره. بس لما تجي لحظة القرار الصحيح، وده حتى البرتي نفسه رغم انه كان عنده خيارات عديدة جدا الا انه قرر يشوت. قلنا مرة تانية التسديد من خارج الخط حاجة جيدة، لكن لابد ان تكون متأكد، اذروايز انت بتضيع في فرصة. انت لو صبرت الثواني زي ما صبرت ال10 ثواني اللي اديت فيها التمريرة الى ايبولا،
كان شاهدت ان هنالك فرص كثيره يمكن ان تتعامل بها، وكان احتفظت بالكره لفتره اطول، وكان استطعت ان تذهب الى الامام وتحرز هدف. ضياع الفرص ليس بسبب فلوران، وانما بسبب الخيارات الاخيره للاعب اللي عنده الكوره. نفس الفكرة الآن، الكورة مع إيبولا أفضل لاعب في المباراة. شوف عدد اللاعبين بتاع الهلال أمام، قرر أن يلعب الكرة في مكان لا يمكن لأي واحد أن يصل له، مع أنه كان ممكن جدا جدا أن يلعب لزميله هنا أو لزميله هنا، وكانت تكون أفضل كثير جدا. القرار بتاع اللاعب في المرحلة قبل الأخيرة، بدلا من التمرير الصحيح إلى التمرير الخاطئ أو التسديد أو عكس الكرة في غير مكانها، بيضيع مجهودك ومجهود زملائك. يبقى لابد للاعبي الهلال من أن يجلسوا مع بعض ويحاولوا يحلوا هذه القصة مع بعض. دي ما قصة بتاعت مدرب، دي قصة بتاعت قرار أنت بتتخذه في لحظة المدرب ما موجود معك. المدرب بيوصلك، بيوريك انك كيف تصل، تعمل ضغط عالي، تسوي صلاح انت مفروض تعمل كذا كذا، محمد عبد الرحمن تعمل كذا كذا، وهكذا. أسي لو في زور رسموا ليه الكورة دي كده، بيصدق ان الكورة دي طلعت يعني دي فرصة ضاعت يعني، ممكن يصدقها يعني. شوف كم الخيارات اللي كانت لدى ياسر مزمل في لعب هذه الكرة. الخطوط المتقطعة دي كلها كانت خيارات أفضل من إنه يشوت مباشرة، وإذا شات مباشرة يجب أن لا يشوت بهذه الطريقة، دي ما الطريقة اللي ممكن يجيبها جون. وهم كانوا 3-2، 3 لاعبين في الهلال ضد 2، لأنه اللاعب الثالث ده الموجود هنا كان خارج اللعب، ده اللاعب ده كان خارج اللعب لأنه ولا لاعبين الهلال. كانوا 3 لاعبين للهلال ضد 2 من النجم الساحلي. أضاع ياسر مزمل. أنا ما مشتري قصة إنه هو أناني، وإن كان يعني ما حاجة غريبة إنه المهاجم يكون أناني، لكن بفتكر الاختيارات كانت خاطئة. القرار بتاع انك تشوت معناه انت حتكون اخر لاعب يسدد هذه الكرة، بغض النظر ان احرزت منها هدف او لم تحرز منها هدف. يبقى انت لابد ان تكون متأكد يعني الكرة دي مثلا لو شاتة والجون طار قام طلع، نقول والله حظه عاثر. لكن ان تشوت كرة انتو 3 لاعبين من الهلال ضد لاعب واحد، ضد لاعبين فقط ما قادرين يصلوكم من النجم الساحلي، وفي الدقيقة 90، هذه كارثة. لذا يجب على لاعبي الهلال أن يعيدوا النظر في اختياراتهم. ده ما معناه إنه كل واحد يخاف تاني ما يشوت، لا، ولكن معناها إنه أنت لابد أن تتأكد من إنه اختيارك هو الاختيار السليم والصحيح واللي ما في غيره. ده اللي احنا بنقوله. ومرة تانية نقول إنه فلوران عمل كل حاجة صحيحة فيما يختص ب إيصال اللاعبين إلى المرمى، ولكن كل خيارات لاعبين الهلال باستثناء في الهدف لم تكن خيارات سليمة، وبالتالي ضاعت فرص لا يمكن استعادتها مرة ثانية، وهي اللي تسببت في فقدان النقطة. لأنه القاعدة معروفة، اللي يضيع يستقبل. طيب، واحدة من الخطط أو الجمل اللي حاول يعملها أو الأفكار اللي حاول أن ينفذها فلوران هو أن يكون لديه جبهتين، جبهة في الشمال وجبهة في اليمين. وجبهة الشمال مكونة أساسا من دياولو، خادم دياولو،
ولاعب من لاعبي الوسط. طيب عايز يكون أيضا جبهة من اليمين، هذه الجبهة فيها ألبرت أو أي واحد يلعب في مكانه مع إبيولا، وفي جبهة وسيطة في الوسط بتتكون من بابي عبدو أو أي واحد يلعب في مكانه ومحمد عبد الرحمن. دي الثلاثة جبهات الأساسية اللي هو بيعمل معاها، طبعا غير جبهة لاعبي الوسط اللي هم الثلاثة مع بعض بيجوا عشان يزيدوا عدد لاعبين الهلال إلى 7 لاعبين، يعني دي الأربعة مع ثلاثة تاني بيبقوا 7 لاعبين. طيب ليه إحنا بنشوف انه الجبهة اليمنى المكونة من ألبرت، او اللي ده شفناه في المباراة، يعني المكونة من ألبرت و إيبيولا اخطر، ما بقول افضل، بقول اخطر من الجبهة اللي فيها خادم دياول. المسألة بسيطة جدا، فيها عدد من الترتيبات وتتطلب تطوير لأداء بعض اللاعبين. أولا الجبهة اليمين مكونة من لاعبين مهمتهم الأساسية هو الاستفراد بالباك الشمال ده، يبعدوه من الرباعي الدفاع، يبعدوا شوية وبعدين يدخلوا على اثنين بحيث انه إيبيولا يعمل اوفرلاب، وموجود هنا ألبرت، ألبرت يلعب في المنطقة بتاعة الهاف سبيس او منطقة نصف المساحة، ودي منطقة عمياء ممكن يستفيد منها هو ذاته او يلعب منها كصانع العاب للفرقة كلها، بالإضافة لتشغيل إيبيولا لعكس الكرة. طيب هل القصة دي مطبقة في الناحية الشمال؟ أبدا. في الناحية الشمال بيلعب إيبيولا لوحده أمام الباك اليمين، بينما بيلعب بابي عبده عشان يساعد محمد عبد الرحمن، يخفف الضغط على محمد عبد الرحمن، بيلعب في نصف المساحة زيه زي ألبرت، لكن بيلعب ليه جوه ما ليه برا، وبالتالي بيكون هو دائما عبارة عن سكند سترايكر أو مهاجم تاني أكتر من إنه هو جناح، وده من ناجل جون. ولو شفت لو أعدت النظرة إلى المباراة، لو عندك مسجلة كاملة وشفتها بتلقى دائما هو موجود جنب محمد عبد الرحمن. الغرض هو إنه يشغلوا الاثنين ديل بدلا من إنه محمد عبد الرحمن يكون قاعد تحت رحمتهم الاثنين. طيب ده بيتطلب من انه من خادم دياو انه مهاراته الفردية تسمح له بمراوغة هذا اللاعب عشان يكسب المساحة اللي وراه، وده ما قاعد يحصل، لانه اولا هو ليس لاعب سريع وليس لاعب مراوغ، هو لاعب ممتاز جدا وجيد جدا جدا وبرجل واسع، يعني برجل واسع ومدافع جيد ومهاجم لا بأس به، لكن هو ما عنده القدرة على أن يحاور اللاعب ده يراوغه وبواحد لواحد ويفوت. طيب أيضا عدم المساعدة من بابي بتبقى فيه إشكالية في إنه اللاعب ده دائما ينفرد بدياولو، وبالتالي خادم دائما بيعكس الكرة ما من الخط، بيعكسها من المربع 16، ده مربع 16، ده مربع 18، فبيعكسها من مربع 16، من مربع 16 ده دائما ال 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 المدافع بيكون في وضع أفضل من المهاجم، بعكس ما لما تعمل القصة دي من 14 من 18 بيكون المهاجم في وضع أفضل، لأن الكرة بتجي للخارج بينما هنا الكرة بتمشي للداخل،
ودي إشكالية، بتكون أقرب لحارس المرمى أو أقرب لرأس المدافع منها للمهاجم، وبيتطلب من إنه المهاجم ياخد خطوة قبل المدافع عشان يقدر يلعب الكورة دي. هنشوف القصة دي في عدد من الأشياء. الشيء الثاني طبعا هو ما سريع، يعني ما سبرينتر، يعني ما بيجري، هو بيشبح، فدي واحدة برضو من المشاكل اللي بتخلي القصة دي. طيب القصة دي محتاجة من فلوران إلى عمل لتطوير أداء خادم الهجوم، لأنه بيلعب براو، أو إنه يخلي صلاح هو اللي يساعد محمد عبد الرحمن، صلاح عادل أو أي واحد بيلعب في رقم 10 هنا، بينما يجعل بابي عبده أو من ينوب عنه يلعب مع خادم، بحيث أنه يكسبه المساحة اللي خلف الدفاع ده. تعالوا نشوف القصة دي في بعض الفيديوهات عشان نقدر نشوف ان احنا بنتكلم صح ولا قاعدين يعني نقول كلام خارم بارم. طيب هنا شوف دياو بدل ما يمشي يستفيد من المساحة القدام دي، هو لم يستطيع الاستفادة منها هذه المساحة، وأيضا في اللعبة الثانية لم يستفيد من هذه المساحة، لأنه دائما بيكون معاه الباك وهو ما عنده قدرات عشان يعني يتخلص من هذا الباك ويبعت الكرة في المكان الصحيح، وده بيخليه دائما عايز يتخلص من الكرة بعكسها بأي طريقة من الطرق، مرة تكسب ومرة تخيب ومرة تصيب، ودي ما ينفع. المسألة محتاجة لتطوير إما في الاستراتيجية اللي بنلعب بها، أو في تطوير إمكانات اللاعب في إنه يقدر يراوغ أو يقدر يلعب، أو تجيب له لاعب تاني يساعده بحيث إنه يكون في 1-2 يكون هو بعيد عن الباك بتاعه. نفس القصة، خيارات اللاعب دائما عندنا مشكلة، وفي نفس الوقت إنه هو بيلعب من موقف الثبات، ما بيقدر يفوت لاعب، ما بيقدر يتخلص من المدافع المباشر معه خاصة لما يكون قريب له، اثنين ما في لاعب جنبه بيلعب معه وانتو يمشي. فزي ما قلنا المسألة بتحتاج إلى تطوير، هذا التطوير قد يكون في اللاعب نفسه أو تطوير في استراتيجية اللعب بحيث تساعد هذا اللاعب لأداء مهامه الهجومية بشكل أفضل. شرحه نفس الطريقة، دياو نفسه بيحاول انه يمشي من اللاعب بدل ما يمشي او يتخلص من اللاعب وياخد كل هذه المسافة وبعدين يقطع، لا طوالي ظهر له لاعب تاني، فهو طوالي حاول ان يعكس الكرة، الكرة طارت السماء بقت ما في. لكن شوف الخيارات اللي كانت عنده، يعني كيف كان ممكن يلعب الكور بشكل افضل من اللعبة، وده مرة تانية بيحتاج إلى تطوير، هذا التطوير قد يكون في اللاعب نفسه أو تطوير في الاستراتيجية اللي تبتلعب بها عشان تكون عندك جبهتين بنفس المستوى. ولما يكون عندك جبهتين بنفس المستوى ما في مدرب منافس بيقدر يتوقع من وين جاية والضربة. عايزك تشوف عدد لاعبي الهلال في منطقة المنافس، في نصف ملعب المنافس، وشوف دياو لعب الكورة كيف. أنا ما بفتكر إنه لعبة سيء، لكن كان عنده خيارات أفضل. فعندنا مشكلة في خيارات اللاعبين في المباريات، وعندنا مشكلة في أيضا تطوير بعد الأداء. يعني شوف كل الخطوط المقطعة دي هي خيارات أفضل من اللي اختاره هو عشان يلعب الكورة، وده معناها إنه هو ما لعب كده فيه، يعني ما تدرب على أن يختار، إنما تدرب على إنه أنت لما تعمل كده عكس الكورة. فدي محتاجة لإنه إعادة صياغة اللاعب بشكل جديد، وتطوير أداؤه
وممكن ايضا يطور مع ذلك الاداء بتاع الاستراتيجيه نفسها، الجبهه ككل، يتم اضافه لاعب، تغيير مهام لاعب اخر، الناس تقرب له، تديه خيارات افضل، تنبهه، تعمل اشياء من هذا القبيل. طيب، ما في شك ابدا في انه الهلال ادى الاربع مباريات السابقه بنسق تصاعدي، وبعيدا عن يعني خيانه النتائج للاداء بتاع الهلال او عدم تطابق الاثنين مع بعض، لكن الهلال حقيقه هنالك نسق تصاعدي في ادائه. الهلال اصبح فريق لديه شخصيه. الهلال السندي كأداء أفضل، كنتائج لا، لكن كأداء أفضل من السنة السابقة. السنة الفاتت الهلال كأداء كنتائج كان أفضل، لكن الأداء موجود هنا أفضل. تطبيق نظريات أو أفكار المدرب بيتم بشكل جيد جدا جدا. الملاحظ أيضا التعاون بين اللاعبين، وده كله يا جماعة ما بيتحقق بدون مدرب جيد. طيب، نحن ما ضد المدرب على الإطلاق، ولا نرغب في أن المدرب يسيب الهلال ويمشي، بالعكس نحن نساند هذا المدرب، نساند المشروع، نساند الفكرة، ندرك أن المشروع يحتاج إلى زمن. لكن ده لما نتكلم عن المشروع ككل، في كثير من المرات في حاجة بتكون في إيدك أنت اللي بتسيبها، أنت اللي ما بتنتبه لأنها موجودة في إيدك. السنة الفاتت مثلا أنا كان مفروض أنه أصعد قبل ما أمشي القاهرة، دي أصلها ما دايرة 2-3، لم يشاء الله ذلك، في الأمور الإلهية إحنا ما بنقدر نتدخل، لكن هنالك أمر بنقدر نتدخل فيه، من إننا نشوف الخطأ البشري وين وكان موجود. وفي رأيي إنه الخطأ البشري كان موجود في فلوران نفسه. هذا العام فلوران مشارك، لكن اللاعبين أيضا مشاركين، لأنه إحنا أثبتنا في هذا الفيديو إنه باستثناء الهدف، خيارات اللاعبين في اللمسة الأخيرة أو قبل الأخيرة كانت دائما خطأ، وجبناها يعني هاي في خطأ وقع فيه فلوران في التغيير، في مسائل تانية حنتكلم فيها لما نجي نتكلم عن الجانب الدفاعي وكذا، لكن في خطأ بتاع اللاعبين نفسهم. يعني الاختيار، ما هي أنت عندك فرصة محقق على إحراز هدف، وفرصة يمكن منا إحراز هدف، وأي كرة تشوت الجون يمسكها، ممكن يعني ممكن حارس المرمى عيسى يشوت الكرة يمسك الجون هناك وتعد فرصة يعني on target يعني. لكن في فرصة حقيقية، الفرصة الحقيقية اللي إحنا شفناها في مباراة الهلال كانت موجودة في الهدف اللي أحرزه الهلال. أي فرصة تاني كانت فرصة يمكن أن يحرز منها هدف، لكن التصرف بتاع اللمسة الأخيرة أو اللمسة قبل الأخيرة للاعبين جعلت من هذه الفرصة تقف في محلك سر بدون أن تتحول إلى فرصة محققة لإحراز هدف. ده بسبب الخيار، مفروض ما تشوت وتلعب باص، تشوت يعني ما تسدد ثم وتمرر الكرة، لا انت تسدد، مفروض تسدد وما تمرر الكرة، لا انت تمرر الكرة، مفروض تلعب الكرة الى الخلف للقادمين من الخلف، لا انت بتلعب الكرة للامام، مفروض تعكس الكرة من خط المرمى، تعكس الكرة من مربع 16. فالخيارات بتاعت اللاعبين في اللمسة الاخيرة وقبل الاخيرة لم تكن جيدة، ودي تحتاج إلى تطوير، إلى مطور أداء، بحيث إنه أي لاعب في الهلال لما الكرة تجيه لابد أن يصبر على الكرة عشان تنجض عشان يقدر يحرز منها هدف. ده
صورة طبقا الأصل في الهدف اللي جه في الهلال، والوقفة بتاعت العشر ثواني اللي عملها ألبرت كانيجوان اللي جاء منها الهدف، اتلعبت منها تمريرة لأبيولا، أبيولا عكس كورة في المكان المفروض يعكس فيه الكورة، أحرز منها هدف. بقية الأفكار بتاعت التخلص من أثر حارس المرمى وإفقاد السيطرة على منطقة الصندوق، دي كانت ضربة معلم، ولأول مرة الهلال في الكرات الثابتة يدخل بفكر محدد، بغض النظر عن انه الجونين اتحسبوا ولا ما اتحسبوا، شرعيات ولا ما شرعيات، لكن حققت خطورة طيلة المباراة، وكانت سبب اساسي في زعزعة ثقة حارس المرمى اللي هو كابتن الفريق، وجعلت من النجم الساحلي فريق جنازة بحر يعني. فدي كلها أفكار جيدة، الجبهات اللي اتعملت جيدة، القصة كلها محتاجة لوقت، التجويد حياخد وقت، لكن ده ما معناه إنه الهلال ما ممكن يتأهل، أو الهلال كان بس قاعد يجرب في المشروع بتاعه، هذه غير حقيقة، كان بيدنا السنة اللي فاتت أن نتأهل، وكان بيدنا أن نتأهل هذه السنة، ولا زال هنا الأمر بيدنا، تفوز في المباراتين الجايات أنت متأهل بإذن الله، وبالتالي لا زال الأمر بيد الهلال ويمكن أن يفعل ما يريد. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا، تحياتي وإلى لقاء قريب إن شاء الله، حافظوا على فلوران، تحياتي.